السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أقيس المسافات، ممكن أروح لقائمة أناليسيس وألاقي في كوماند تولز اللي عندنا أدوات اللي هي الميجر ديستانس. ببدأ أقيس من مثلا من النقطة ديت للنقطة ديت، ولو استمر كمان بيبدأ يجيب لي الطول بتاع آخر حاجة قستها، وبيجيب لي التوتال مجموع الحاجات اللي أنا قستها بالشكل دوت. وعندي اختيار، هل انت عايزها فلاتن تو فايل زد، يعني ما بيحسبش الارتفاعات، ما ملوش دعوه بال 3 دي، بيعتبرك كلها 2 دي، ولا فلاتن تو فيو، ولا فلاتن تو اي سي اس، ولا فلاتن تو اي سي سي درو بلان، وهكذا. فانت تقدر تشوف انت عايز تقيس ناحية ايه. هنا بتوين بوينت او المونج اليمنت، انا ممكن اعمل سيلكت مثلا على خط وابدا اقسم الخط دوت، او ممكن دايرة هو يبدأ يلف حوالين الدايرة ديت بالشكل دوت، فيبدأ يقيس لي الجزء اللي أنا حددته على الخط دوت. هنا ممكن يجيبها لي عمودي، ممكن أقول له طب أنا عايزها مينيمم بتوين، فاختار خطين هو يشوف أقصر طريق بينهم، أو أقول له أنا عايز ماكسيمم أطول مسار بين الخطين، فيبدأ هو يسالي بالشكل دوت ويقول لي الديستانس قد إيه.